ولد لقى صفاوي ما ادري وين وجابه للمركز. هسه عزيز ده يحقق ويا الولد. انا جيب الصفاوي لان لقيته خايف. شكرا احمد. ريف، شنو السبب اللي غيرت عليها؟ والله تعبت. ما تقولي لي وين صار هذا البيت؟ الولد ايش قال لك؟ ست يمكن هذا البيت. ما عودك دقيقه هذا وهذا صار لنا نص ساعه نفتر. ايش ما تريني اني؟ ست هذيكه واقفه ومندمجه. ولك ريف، ريف، ولك هجمتي بيتي، ليش هيك سويتي؟ ليش؟ انت مو مال واحد يعتمد عليك، اعطيني المفتاح. بس لحظة، انت ما عرفتي شنو اللي صار؟ عوفينا، ولك عوفينا من كلاواتك هاي، شبعت من عندها، اجتني خوش شغلة، كومة شغل اجاني، وانت ضيعتيها علي، اتصل عليك ما تجاوبين. خطية ست، يجوز كانت مشغولة، ما شفتيها؟ بس دقيقة، أنت تعرفين أخويا كان ضايع وهسه ويا الله رجع للبيت. العفو ست، ترى هسه رجع أخوها. ريف؟ صار شي؟ ماكو شي حبيبتي، بس جيبي لي الجنطة والتليفون. أوكي. ليش تعطيني المفتاح؟ ست بس لحظة، راح تروح تجيب الجنطة. لحظة ست، أنت قلتي إجا زبون طلب من عندكم نماذج صح؟ بعد ما لحق، يمكن لو مبادين الصبح كان خلصناهم بالليل. وشنو هن النماذج؟ وكم ساعة شغل؟ بعد ما يفيد الحكي. انت مو دكتور؟ ايش عرفك بالخياطه؟ بعدين هم رادوا من عندنا ثلاث نماذج فساتين، يعني كان خلصناهم على الاقل نحاول كنا، بس راح كل شيء، راح الرجال وكل شيء راح. ست بس دقيقه، ترى ذني فساتين حتى لو بادين بيه اليوم ما راح نلحق نخلصهن. كان كل الخياطات موجودات واحنا سريعات نقدر نخلصهن. هاشري شكرا حبيبتي. شكرا ريف، نهاية سعيدة. ممكن سؤال؟ تفضل. الشخص اللي طلب النماذج من عندك، عندك عنوانه؟ انطاني الكارت مالته. تفضل. بس ليش؟ ريف خليك هنا هسه راح ارجع. انا راح اجي وياك وافهمك كل شيء. يلا. عفوا. انت روح اليوم وباكر الصبح تعال. راح نبقى الباب مقفول علينا من جوا. يا عادي قفله. بس انا راح ابقى هنا. أنا. اذا تحتاجون اي شيء لا سمح الله صار شيء انا هنا يمكم. المركز مال الشرطه قريب علينا من هنا. والشرطه ترى رايحه جايه هنا. وإذا صار شيء خبر عزيز. وهم راح أبقى. أنت شكلك تحب العذاب. لك الله سبق يمك. الصبح أجي أخذه. ليف. تحبين شعر؟ قولي ولو كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال. هزوك الشعر، خليني اروح اكمل شغلي. موقفك كان حيل حلو. لا تشكريني اولا وثانيا. من قال راح يقبلون بالعقد اصلا؟ لا خليك متفائل. ريف اريد اسمعك شعر. انت مخبل؟ على فكره تراني صدق مخبل.
الله يستر. ريف ايش قلتي؟ سمعت شعر؟ يلا ماشي سمعني شعر. بس دقيقة. ألو وين رحتي؟ أحمد أنا لازم أسد التليفون. مع السلامة. كان مخبض. لا واضح مخبض. يحتاج تقول لي. زين احنا مو كنا نحكي بالتليفون. جابك تليفون يصرف هواي رصين. وثاني شيء جيت اقول لك شيء. والله زين شنو هذا الشيء المهم؟ يعني ما اقدر ابقى واقفه هنا انا هواي حباب. اريد اقرا لك شعر. صدق تحكي؟ جاينا على مود تقرا لي شعر. مراهقي؟ على مود اثبت لك انا من اهل قبل مثلك. حباب انا ما اقدر ابقى واقفه هنا. فضني بسرعه خلي ادخل. بس انا ما راح اروح الا اقرا لك شعر. بعدين بعدين اسمع. انا باكر راح انتظرك يم الشجره. وبعدين اخذك المكان. مكان شنو؟ بعدين راح تشوفين. وعديني تجين. ماشي وعد. بس روح هسه. يعني وعد. وعد. يلا مخبط. صباح الخير. انت من اهل الخير.